السلام عليكم الناس ديال المغرب. ان شاء الله من دابا 10 دقائق غادي يبدا اللايف على الموقع ديال فايت 24. نتمنى ان شاء الله تدخلوا كاملين تفرجوا وتساندوا كاع المغرب اللي يلعب اليوم. بالنسبه للماتش ديالي ان شاء الله يكون الساعه 8 توقيت المغرب. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم. ليله امس وفي نزال قوي تمكن المقاتل المغربي نبيل اسمر من الفوز على خصمه الاسباني كارلوس، وذلك ضمن بطولة كومبا أرابيك سبور التي أقيمت بمدينة كولن الألمانية. وقبل مشاهدة أداء النزال الشيق، فإذا كنتم من عشاق رياضة الكيك بوكسين أو مهتمين بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة تشجيعا لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد. وفي الأخير نتمنى لكم فرجة ممتعة. Come on.
Now this decision, no!